أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تفضل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. البداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من ذلك الأمين. مع حضراتكم محمد الجهم درس اللغة العربية إن شاء الله سبحانه وتعالى مع درس النحو ألا وهو أسلوب الاختصاص. سيدي الفاضل، سيدتي الفضلى، دائما وأبدا لما نتكلم ونقول كلمة أسلوب لازم نعرف مكوناته، لازم نعرف مكوناته. اعتبر يا سيدي الفاضل أنا ما قلتش أي حاجة بعد ما صلى على سيدك النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسلوب الاختصاص هو اسم ياتي بعد ضمير المتكلم او المخاطب. ايه هي ضمائر المتكلم؟ ثانيه ثانوي لما اضحك انا ونحن يا مستر جامد، انت جاي تدينا بتاع ابتدائي ولا ما تصبر عليا يا سيد الفاضل؟ انا بقول اسم بيجي بعد الضمير دوت ليؤكد ما قبله، ليؤكد ما قبله. الكلام اللي انت مستهون بيه ده هتلاقيه في الامتحان، هتلاقي عندك اي كتاب خارجي، اي واحد حب يتمنظر على معاليك هتلاقيه يقول لحضرتك السؤال اللي بعد ما تفهم الدرس نقطه كده البس يا بطل، شيل يا معلم، بمعنى اسلوب الاختصاص. بعد ما خلصه كله هتعرف تطلعه، هتعرف تعرفه. طب اجيب انا سؤال في حاجه لا علاقه بها، لا علاقتها قليله جدا، ولكن ناخد بالنا منها. اسم ياتي بعد ضمير المتكلم اللي هو انا ونحن، واحيانا ياتي بعد ضمير المخاطب اللي هو انت وانت وانتم وانتما وانتن وهكذا. البدايه لما انا بقول لحضرتك انا داش، زي ما بتقول بالانجلش داش، شرطه شرطه، الكلام اللي وسط الكلام ده انا المصري نحو اونلاين. امبارح كان موكب عظيم، موكب المومياوات ونقلهم منين؟ من المتحف المصري الى المتحف الحضاره بالفسطاط. هنعمل نحو اونلاين عليه. انت كانسان مصري تقول انا المصري صانع الحضاره. انا بتكلم عن نفسي واقول ان انا يا ترى، اكيد هتبقى مبتدا، ضمير مبني في محل رفع مبتدا. انا بخبر عن نفسي ان انا مصري ولا ان انا صانع الحضاره؟ بالتاكيد لو انت قاعد قدامي دلوقتي هقول ان انا بخبر عن نفسي ان انا صانع الحضاره. يبقى انا مبتدا وصانع خبر. نوع الخبر بالمناسبة هيبقى مفرد نحو. لازم تاخد بالك من كل حتة في الدرس ده، لأن الدرس الاختصاص أقدر أجيب فيه أكتر من حاجة. بأكد على نفسي إن أنا مين؟ مصري. المصري ده كلمة المصري السهم جه من عندها كده، هي اللي هتبقى مختص. إعرابه إيه المختص ده؟ مفعول به. الله الله الله، اهدى يا مستر محمد يا فندم، اهدى اهدى انت يا بنت، كمل كلامنا. مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، اقصد، اعني. تاني 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 عشان خاطر البيت، بقول انا المصري نحو اونلاين تاني في نقل المومياوات من المتحف المصري الى متحف الحضاره المره الثانيه اللي ما كانش حاضر معايا، الناس اللي لسه داخله دلوقتي. بقول انا المصري صانع الحضاره. يا ترى انا بخبر عن نفسي ان انا مصري ولا ان انا صانع الحضاره؟ اصبح لو سيادتك قاعد قدامي دلوقتي في البلس والبصر، انا كده يبقى مبتدا وصانع هتبقى خبر. بقول لحضرتك اسمي ياتي بعد ضمير المتكلم انا ونحن، بيؤكد ما قبله، بأكد إن أنا فعلا مصري. المصري دي اللي جت بين شرطتين يتقال عليها بلاغيا اطناب الجملة الاعتراضية،
يتقال عليها نحويا جمله لا محل لها من الاعراب، يتقال عليها تاني حاجه درس النهارده الجديد هو ده المختص، اعرابه ايه؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، اقصد اعني. مين اسمه كده؟ اسلوب اختصاص يبقى اخص او اقصد او اعني. اقول تاني ولا وصلت؟ طيب ناخد مثال تاني. لما انا بقول لحضرتك مثلا ايه، انا افخر كونك مصري، المصري اصنع التاريخ. لا جديد، مصر اولا ثم التاريخ ياتي بعد. انا ادي ضمير المتكلم، انا بخبر عن نفسي ان انا بصنع التاريخ. المصر اللي هي الكلمه اللي جت بين شرطتين يتقال عليها نحويا جمله اعتراضيه لا محل لها من الاعراب، يتقال عليها بلاغيا اطناب رغيه من الشاعر من الكاتب، وده حاجه كويسه برضو يكتر او يقلل. هي دي المختص. طب ما هو اسم الضمير ده اسم اعراب مبتدا، اي مبتدا لازم له. تمام، ابني بنتي خبر، ادي الخبر اصنع التاريخ، هيبقى نوع الخبر جمله فعليه. جمله ايه؟ فعليه. خلينا نركز في الدرس بتاعنا بس، المصري هي المختص اعرابها ايه؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره، من اسم الدرس اختصاص يبقى تقديره اخص او اقصد او اعني. اقول تاني ولا وصلت؟ وصلت ان شاء الله. صوت المختص ايه؟ المختص هي كلمة المصر دي نكرة ولا معرفة؟ معرفة، يبقى معرة بأل، اسمها صورة المختص. اسمها صورة ايه؟ المختص. صورة المختص معرة بأل. طب لما أنا بقول نحن، العقل كده نحن تأتي للجنب، إلا لو جبتها للمفرد يبقى فيها حاجة اسمها صيغة التعظيم والعظمة لله سبحانه وتعالى. نحن بقى أنا بقول إعراب المختص مفعول به، يبقى يا ترى الناس اللي فايقة معايا النهاردة هم إن شاء الله برضه مش وحشين برضه، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلكم تحت ثلاث درجات. نحن يا ترى، أنا مش شاطر في التكنولوجيا بس من السنة هتساعدني. أنا هسأل سؤال، يا ترى أقول نحن المصريون ولا نحن المصريين؟ أنا لسه بشرح الدرس بس اللي هيجاوبها يبقى إبداع مني. أقول نحن المصريون ولا نحن المصريين نؤمن بالسلام؟ دي حقيقة. يا سلام، روعة روعة، يا مسوني اللي جاوبت يا جماعة. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بنقطع على بعض هنا اهو. نحن المصريين، إبداع إبداع والله. نحن ضمير مبني على ضم في محل رفع مبتدأ، هي مبني على كذا، دي قصة مهمة هتبقى مهمة جدا في ثالثة ثانوي. نحن الخبر بتاع نحن نؤمن، يبقى المصريين هي اللي هتبقى مختص اعرابه. تمام، انا بغش منكم. ايوه، مفعول احسن ولادي به احسن لفعل تمام محذوف وجوبا تقديره، اسم الدرس اختصاص يبقى تقديره اخص، تقديره اقصد، تقديره اعني. الاسم المختص ده عمل ايه للضمير اللي قبله؟ تمام، اكده اكده. اقول تاني ولا وصلت؟ برضه صوره المختص يتقال عليه معرف بان، يتقال عليه معرف بان. ده الاختصاص عندما جاء بعد ضمير المتكلم. قلنا ممكن يجي بعض ضمير المخاطب. تمام، طب ما انا ممكن اقول نحن ابناء مصر، صناع الحضاره. انا بتكلم عن نفسنا، هذا الضمير اهو، ان احنا صناع. يبقى المختص كلمه مين؟ ابناء. اعرابه ايه؟ دي ثابت. درس على فكره مش مرتبط ابن الفاضل بنت الفاضله باي درس قديم، هي كلمه بتكلم
بعض ضمير متكلم ضمير مخاطب وعامل فعل محذوف وجوبا. مهمه كلمه وجوبا دي يا استاذ محمد عشان في حاجه اسمها وجوبا وجوازا انا محتاجها كتير جدا في ثالثه ثانوي ان شاء الله. مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص اقصد اعني ماشي. صوره المختص هنا ايه؟ احنا قلنا في صوره المختص لما قلت نحن المصريين معرب بقى. طب دي كلمه نكره وكلمه معرفه. تقول معرب بالاضافه او تقول مضاف لمعرفه بتنسيان. صوره المختص صوره ايه؟ المختص صوره المختص. ومصر اكيد بالتاكيد هتبقى مضاف اليه. طب مثال ثاني نحن لا شك ولا جدال نكعب رباء البيوت. دي حقيقة مش مجاملة. نحن رباء البيوت نتعب لأجل الأبناء. حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. مش اسمع مين بس اللي محرر المرأة ولا منصف المرأة. أولا الإسلام هو المنصف المرأة مش عايز كلام، لكن محمد الجهم يؤكد على تلك المعلومة. نحن بخبر عننا إن إحنا بنتعب. يبقى المختص كلمة مين؟ هي دي إيه؟ المختص رباه رباه. ماشي عندي بنات حضرة ولا لأ؟ رهيص عشان إيه ما ظبطت بالأمثلة وفي بنات حضرة؟ ماشي ربات. ولو في ولاد يبقى يعرف ايه تعب امه تعب اخته. رمضان داخل كده كلمه شكرا جزاك الله كل خير مش يطفع وبعد كده يقول ايه الاكل مش حلو. ربات مفعول به لفعل محذوف وجوبا برضه تقديره اخص او اقصد او اعني. منصوب بايه؟ منصوب بالكسر عادي لما الناس سالم. عندنا لما كنا بنقول نحن المصريين كان يبقى منصوب بالياء. انا المصري كان يبقى منصوب بالفتحه. صوره المختص مضاف لمعرفه. ايه صوره المختص دي يا مستر؟ ما هي صوره المختص ان دو تروا واحد اثنين ثلاثه. اول حاجه خدناها معرب بان. ثاني حاجه قلنا مضاف لمعرفة اللي هي كلمة نكرة وراها كلمة معرفة بين الشرطتين قبلهم الضمير اللي بيأكد الأسلوب اللي هو أسلوب الاختصاص اللي بيتكون من ضمير متكلم أو غائب ماشي متكلم أو مخاطب عذرا وبيأكد الكلام اللي بعده. يبقى ربات هي المختص. إعرابها إيه؟ مفعول به لفعل محذوف او اقصد او تاني ولا وصلت ان شاء الله وصلت. تعالى لما اقول انا ايه بعد ضمير المخاطب انا ممكن اقول لحضرتك انت العربي تحب الخير انتم طلاب العلم قدوه. انا عايز اخبر عنكم ان انتوا قدوه. يبقى ادي المبتدا ابن الفاضل وادي الخبر. طلاب هي اللي هتبقى مختص. العربي هي اللي هتبقى مختص. اعربوا في الاثنين مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره خص اقصد اعني. صورة المختص مضاف لمعرفة. صورة المختص مضاف لمعرفة. تمام؟ بس كده بس يا محمد. لا ايه مش معنى انا قلت ثلاث صور. ثلاث ايه صور؟ خلي بال حضرتك الحته المهمه جدا يا ابني. هو انا اقول لحضرتك انا ونحن لكن هو ممكن يلعب لك بايه؟ الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك ابني الغالي بنت الغالية. قول كفايه يا عم انت وهو نفس صحابك.
في صوره ثالثه للمختص، بس انا عايز ارجع واكد على معلومه لحضرتك اللي هو اللي هو ضمير المتكلم والمخاطب انا ونحن. ممكن يبقى في جاي كلمه بي، ما هي دي اللي هي انا. لي اللي هي انا، لنا، بنا، اننا، علينا، عليكم. هي التركه بتاع الموضوع ده والله العظيم يا ابني، انه علينا، لنا، بنا، بكم، عليكم. هي دي التركه بتاع مين؟ سوء الاختصاص. طب مش فاهم يا استاذ محمد. حاضر يا فندم. لما انا بقول ايه؟ لنا ابناء مصر تاريخ. والله اقدر العب بكم كوره القصه ده الدرس ده، العب بحاجات كتيره جدا. لنا دي مش هي ايكوال نحن؟ صح. لنا يبقى هي ديت المختص واعرابها مفعول به. ما خلينا متفقين، ابن الغالي بنت الغاليه لو قال انا ونحن مصر كلها تعرف طلع اسم الاختصاص. لكن لو التركه بتاع ايه اسم الاختصاص دي ار اي سي كي الضمير. ما انتوا مدارس لغات استفدت منكم والله. بقى التريكه يقول لك لنا ابناء مصر التاريخ، يبقى المختص كلمه ايه؟ ابناء. ازاي ما فيش ضمير يا مستر؟ ما هو لنا دي كانها بيقول ايه؟ نحن، احنا، النادي مفعول به لفعل محذوف. هسال سؤال في منتهى الابداع ان شاء الله. مفعول به لفعل محذوف برضه اقول كلمه وجوبا. تقديرهم اخص او اقصد او اعني. هو ده المختص، هو ده الايه المختص. وصورته برضه مضاف لمعرفه اللي هي صوره المختص. صوره ايه؟ المختص. طب سؤال خلاص. خلص كده الاختصاص. ليه في ليه صورتين او مين اللي هو انا وايه ونحن، اللي هو معرب بال او مضاف لايه؟ لمعرفه. كلمه تاريخ تعرب ايه؟ واللي يعرف يجاوبها ليه من عند بابا 20 جنيه 30 40 كفايه كده 50 اخر كلام. بس ما يجيب لي حاجه حلوه بيها. استنى كده اللي يعرف يرفع ايده وانا هستنى. اللي يعرف يجاوب ايه يرفع ايده. كلمة تاريخ تعرف ايه؟ اللي يعرف يرفع ايده ونديله المايك. حد رفع ايده يا سونيا؟ الساده الافاضل اللي حاضرين معانا، ولادنا المؤدبين المحترمين اللي حاضرين معانا، لو حد يعرف كلمه تاريخ ايه يرفع ايده ب 50 جنيه من بابا او ماما. وممكن مستر حاتم يدفع 50 جنيه مش هيقول لا والله. او والله ما يقول لا، لان في ايه تفاعل هنا في الاونلاين مش اي حاجه وبس يعني كده. عمك يدعو عم بلدك محمد الدهني انجز. حد يعرف عرب ايه بقى تاريخ؟ ايه يا استاذ يوسف؟ ابن الغالي مين تاني؟ انا مش قادر ابدا عشان اعرف مين تاني. وعمر وليد وعمر حماده. ها اللي يعرف عرب ايه التاريخ يرفع ايده. لا حدش عارف. اقول انا وبعد كده ليا دعوه عند حضراتكم بظهر الغيب فقط. يا عم عمر اعرابها يا عم يوسف مبتدا مؤخر. عرب واحد انتوا كلكم. لنا جر ومجرور افتكرها بايدي. لنا تاريخ لمصر مكان الاتجاه بالشهامه. من ايه المعتاد مني في الفصول؟ لمصر مكانه، للجهمي شهامه، للصياره مفتاح، للشقه باب، للاب دور، للام منزله. يبدا بجر ومجرور ابن الغالي بنت الغاليه وبعد كده يجيب كلمه. وطيب برضه سواء كانت هنا كده او معرفه هتبقى مبتدا مؤخر. بس لما تطلع تحت تسمم هتفرق كلمه ايه؟ لما تكون نكره او معرفه. في ايه يا مستر؟ لما تيجي تحت تسمم ان شاء الله سبحانه وتعالى. الخلاصه اننا أبناء مصر. بس كده نسينا. إننا أبناء مصر نصنع التاريخ. ما هي إننا هي الحرف الناسخ، والنا اسمها. ما هي النادي لمحمد الجعمي ولا لمصر كلها؟ الجامع يا سيد الفاضل. وده الخبر بتاعها اهو. يبقى انك انها نحن. يبقى ده هو المختص وصورته اعرابه مفعول به.
لفعل محذوف وجوبا تقدير اخص او اقصد او اعني. صوره المختص مضاف لمعرفة. أقول تاني والله وصلت إن شاء الله تمام. الصورة الثالثة للمختص أنتم أيها المصريون، شوية نفاق قصدي شوية دعاية وإعلان، إحنا في الإعلان دلوقتي. أنتم أيها المصريون تصنعون التاريخ، انتم ضمير المخاطب الخبر بتاعها تصنعون. الله 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 الله، فين المختص؟ انت بتقول يا مستر محمد المختص يبقى مفعول به يعني منصوب، يبقى هل معقول تكون المصريون؟ عيب عيب عيب. اللي بعدها يقع يتنعت. كلمه المختص كلمه اي، والهاء للتنبيه، والهاء للتنبيه اسم مبني على الضم. بقول ايو 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 ايو، مضمومه ايه؟ اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، هو ده المختص. هو ده ايه المختص؟ كلمه اي للمذكر اي للمؤنث. مش فاهم حاضر يا فندم، انا قلت انتم وانا نصير المرأة أنتن أيتها المسلمات محترمات. هذه أنتن مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وأخبرت عنهم أن هم محترمات المسلمات خبر. كلمة أي هي اللي هتبقى مختص وإعرابه مفعول بي. انا قلت لحضرتك قبل كده لو حيطه عايزه تنطق نحو ان شاء الله تنطق باذن الله، ليس خبرا، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخوي من انتاج حاجه ورب القران بس مش مرتبط باي حاجه قديمه. ايه بنتي؟ فتاه يا ليه؟ هتحتاج استاذ سامي ومش هتلاقيه، مش موجود. أنا أقول لك الأساليب خلاص انتهى، خدتها؟ افرش مع نفسك أنت يا بطل. يبقى كلمة أي للمذكر أي للمؤنث، والهاء في الجملتين للتنبيه. أقول ده إن شاء الله وصلت. طيب تعالى للتريكات بتاع الدرس، تي آر أي سي كي تريكس، ونزود اس يبقى تريكات. لما أنا بقول أنت مصري، هل ده اختصاص؟ أنا بخبر عن حضرتك إن أنت مصري، يبقى مبتدأ وإيه؟ وخبر. لكن التاني كنت بعمل إزاي؟ بص اعمل المقارنة بقى، أنت ابن المحترم، أنت المصري صانع دي حقيقة والله، الحضارة صانع التاريخ. أنا السيسي قدم التاريخ بصورة جديدة. يبقى السيسي رئيس السيسي يبقى هو المختص. أعرابها إيه؟ مفعول به فعل محذوف تقديره أخص أو أقصد أو أعني. أنا محترم، لا أنا أقول أنا المحترم أحب الخير. أنا بخبر عن نفسي إن أنا بحب الخير. تمام؟ يبقى المحترم هي المختص. مختص، لكن لو قلنا قلت أنا محترم، لا أنا أخبرت عن نفسي إن أنا محترم. يبقى حاجة تانية، لما أنا أقول أيها المسلم اجتهد، لا ده نداء يا سيد الفاضل. ده نداء. ده نداء. ليه؟ كأن أقدر أقول يا أيها المسلم اجتهد، يبقى كلمة أي هنا بقت منادى يا خبر أبيض.
لكن حط بقى ضمير قبلها أنت أيها المسلم المحترم. كيف الأسس؟ أنت أيها المسلم مهذب. أصبحت كلمة أي هنا مختص والهاء للتنبيه في الاثنين، والمسلم في الاثنين اعربها نعم، اعربها نعم. ايه تاني يا محمد يا جهمي اقول لما عليك؟ لما انا بقول نحن شباب الوطن قدوة، شباب الوطن قدوة، عايز أعرف كلمة شباب في الجملتين. شباب في الجملة الأولى أحسنتم أبنائي مبتدأ، شباب في الجملة الأولى مختص مفعول به بفعل معزوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعلم. الخلاصة في الدرس، الخلاصة ابني الفاضل في الدرس، الخلاصة بعد ما سمعنا كده في درس الاختصاص يأتي بعد ضمير متكلم، اتفقنا قلنا أنا أو نحن، وأحيانا المخاطب لكن لا يأتي أبدا بعد ضمير الغائب، بيبقى بين شرطتين، يبقى بين شرطتين صورته ثلاثة، قلنا معرف بأن مضاف لمعرفة، ثلاثة كلمة أيها أو كلمة أيتها، أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. إعرابه ثابت في كل الحاجات، مفعول به لفعل محذوف، لازم أقول كلمة وجوبا وتقديره أخص أو أقصد أو أعلم. ممكن يلعب مع حضرتك سؤال تاني خالص في الدرس، إيه هو؟ لما أنا أقول أنا المصري أحب الخير، طب اتفقنا إن ده هو المختص، ممكن يقول لحضرتك إيه؟ استخدم جملة لها محل من العربية، أحب الخير، أسألكم الدعاء محمد الجهني.